آمين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن طلاب في جامعة هنا، نصلي صلاة الجمعة الظهر والعصر والمغرب في مكان مخصص لنا لذلك ولغيرنا من غير المسلمين ولغيرنا من المشركين لعباداتهم الشركية، فهل يجوز لنا إقامة هذه الجماعة علما بأننا لا يوجد لنا مكان خاص بنا للصلاة في هذا المكان؟ هذا سؤال أول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس إذا كان هذا المكان معدا للصلاة ويصلي فيه المسلمون بدون أي إحراج وبدون أي تشويش، فإنه لا حرج في هذا. وقد رخص كثير من العلماء في الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صور، والكنيسة معبد النصارى، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. نعم، بارك الله فيك.